والله لا دو ديال ناو كيسك يا حبيبه فوالا هبه tu l'as reçu d'accord عرفت كمالك tu l'as reçu ماما je suis en live tu peux pas venir à côté de moi tu as besoin de quelque chose quoi oui je suis en live يلا ouais laisse moi juste quelques minutes et j'arrive ils t'ont entendu bonjour madame et monsieur je suis la fille de Maya Beige et merci pour tous ces abonnés hein. Vous êtes adorables vous êtes adorables tabarkallah merci choukran tabarkallah 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 gawriya ولكن سي دونجور دابا انا باغ اكزومبل ملي كنبغي نحط اون فيديو تنزل تركا الى ما خاصش يكون شي حد براني مخشي فيها ستادير سي ريسكي وبنادم كيزعم صباحك الله صباحك الله سالي حمزة حمزة وصلتك الفيديو اكيد وصلتك الفيديو 1000% وصلتك الفيديو ميرسي لي زامي وزيت جونتي Amine, tu me fais rire toujours, Amine. Allah yahfad lekoum tantoum mawlidatkoum, Allah yfarahkoum bihom, w li ma andouch Allah yatikoum mawlidat lkhir ya rbi ya rbi. W tjihom w yjoukoum trabihom sahlin mahlin, ma yadbokoumch. Jiti sa, ta vraiment c'est pas bien, il y a pas d'intimité sahbi. Ah. Vous voyez, il y a pas d'intimité, ni kat ni chi wahed حمار كبير وخا بزاف بزاف هذيك كلمه حمار كيبوستي اون فيديو فيها ناس اخرين من غيري انا مازال انا والله الا هانيه اجا لي طومبي باسكو شدتني التحيره والباطو كيلعب لا كانت لاكورد حدايا قالت لكم مايا جي 35 ans je ne suis pas encore mariée je déprime ايوا قبلي على شي كيدار وشوفي شحال غديبريمي ديك الساعه مزيان زينب عندها لا جو با كور رونتري الى زينب اختي بونس كو غنشد داليا وغنوريها لكم وتهضر معاكم داليا جات حدايا كدوي وبقات ديغيغ لا كاميرا بيرسون les meilleurs abonnés merci d'être abonné chez maman je suis la fille de Maya Dbej ou ma sma cha fait chi واحد غير سمعوها صافي je veux voir cette vidéo راك تدور في لي باج صفحات اليوتيوب الفيسبوك الانستغراميه كا تدور في صفحات الانستغراميه توصلكم صبروا دابا القضيه ما فيهاش كو عرفتي انا علاش هضرت معاكم لو فامو كومونتير ديال كورونا غير على الكورونا والكوفيد والحجر الصحي غير على الفقراء اما الناس اللي عندهم ما عرفتش اش كتبوا في لي كومونتير ما زعما في العنوان وانا مالي زعما واش انا اولا هذاك ماشي الباطو ديالي باش نكونوا متفقين ثانيا اصدقائي عارضيني نشطنا وفرحنا وكنا بخير بوحدنا ثالثا راه الماء انا ما هما ما كنفرقوا في الارزاق الارزاق ربي اللي كيفرقهم وكاينين شي ناس خدموا بكري وداروا الفلوس بكري والديهم وكانوا وارثين على جد جدودهم الملايين صحيحه والملايير ما تجيبش اليوم تقارنوا شي حاجه اللي ما كتقارنش وصافي انا ما عندي باطو ما عندي داكشي انا كنت معروضه داكشي ماشي ديالي Moi j'aurais déposé plainte, tu es en vacances, tu ne bossais pas. Un acte mal, les amis d'Yali, Nashtin, Farhanin, en intimité. Wahed Fihom l'a envoyé, Wahed groupe de Dinnes Mhsoubin, Mhroufin. Ou si Wahed Fihom s'est fait chier de Wahed Akhori, s'est fait chier de Wahed Akhori, s'est fait Heureusement, l'image est une vidéo dangereuse. C'est intime, parce que nous connaissons on était en intimité. Ça ne se fait pas de poster des vidéos Dinnes en intimité. الله يعطيكم الصحه جو سي با كي سي كي ا بوستي هاد لا فيديو دابا من جروب مشات لجروب ومن جروب مشات لجروب
ان دو تي زامي اه هذاك ان دو تي زامي ني با نامي اي واحد فيهم اللي صيفطها في هذاك الجروب اللي بوتيغ سي بو سي سور كو سي با مون امي الهام 664 سنة جيزون اي وينكس لا سبا غاف دابا غتكون صافي مشات وي سعاد دي اس اكزاكتومون سا استاجير الناس اللي دايرين لي ريزيرفاسيون ديالهم وكارين لي ابارتمون وداك الشيء راه مشاو كير راه البحر راه فيه الناس ماشي البحر خاوي اكادير تغازوت فيهم الناس هادو الناس صحابي اللي مشاو الوالديه فيها الناس كاينين شي مناطق اللي ما عندكش مشكل الا عندك لا ريزيرفاسيون ديالتك راك تو بو بارتير سي تو كاين شي مدن اللي محبوسين كاين شي مدن اللي ما محبوسينش ونايضة نايضة دو عرفت هذيك الاغنيه كاينه في تيك توك الا اللي ما عندك اخلاق جالسه كتشطحي تضحكي فينا الناس ونشطح وشغلك نضحك فيكم الناس ديجا اكيد انت وانتي الضحك فيك ديجا والله يكون في العوان بلا ما نحك عليك نحك على الضبره سي با لا بي خويا اللي بغى يعيش يعيش واللي بغى ينشط ينشط ولا طهر بي شي حاجه تنفع بها يتنفع بها شنو تاني هذا ما كاين ما كنبرش حنا مناقشين شوفوا راه كاينين الناس راه هكا صحابي وصحاباتي راه داخلين هنايا بحال هكا تحتت معاهم بلا ما تحتت معاهم كل واحد بوحدو رانا شاده معاكم تقرقي بنا بحال هكا اون ديريك وبرش عندي ما نبرر واقفين عليا با الله يبارك والله ما مسوقه وعجبني راسي جيت زوينه ميرسي بوكو محتى الثلاثه علاش كتجاوبي التعاليق السلبيه جاوبي غير زوينه كنجاوب الزوينه وكنجاوب ماشي السلبيه غير بنادم كيضر راسو نجاوب ساعة ساعة إلا جات عينيا في شي ميساج بحال هكا راه غنجاوب واش هاد حق الله هذا بينوار واحد دابا ندير لكم الإشهار بينوار ديال جاست وايت واحد الرطوبية يا سلام وما غاليش بون تاني نقول ليش ما غاديش كاين واحد النوع ديال الناس كنعرفهم هادوك كيكونوا بعض المرات مرافعين ولكن سقرامين كتقول لك مثلا شحال خديتي هاد الفوطه كتقول لها خديتها ب 100 درهم تقول لك بزاف لا واه بزاف تجي عندك مره تقول لك شحال خديتي هاد الفوطه تقول لها 50 درهم تقول لك بزاف لا بزاف كاين لا كاين ثمن قل الفوطه المره الجايه تقول لك دايره 40 درهم لا نقصي لنا الثمن لا بزاف قالت لك الصباغه ديال يد الغوز كحلات لك يدك انا عزيه انا كحله انا سمراء اللون انا زعما كحلات ليا ورا لا كولور ديالي هكاك ديزولي شحال اش كتقولوا لا هاو اه
غو. لا ما تقطعش، جيت اون دوبل ابل، جافي ان ابل. سالو يوسف، غنطلع في العمارية اليوم وغدا، يا سلام ما يطلعوني في الصفحات. سالو مايا، كومون جو في بور تو كونتاكتي؟ سي تري امبورطون، سو ني با بور راكونتي مي بروبليم. اختي صيفط لي ميساج بريفي، اسهل ما يكون. عرفتو، خصني نشارجي التليفون، خصني نمشي نقضي. احلى درت شي شوفه في شكل امين. بيان سور نيرنا كيسالي ومعايا ملي دابا غيشوفوا لا فيديو غيقول لك ها علاش عندنا كورونا. انا عمري ما بغيت تفهم ليا. عمري ما بغيت تفهم ليا، ديما مأسوسين حيت جات كورونا، حيتاش كاينين انا واشكالي. ديما كيديروها كيديروها لي كيخليوك حتى ديري اللايف ويصوني. يا اختي اخويا قلت لك يا اختي، يا اختي ديما هكا. بروفيتي دو لا في، اموزي فو، دير القافلين نشطي نشط. امين كلشي غيطلع في العماريه معايا. المهم اللي بغى ينشط ينشط، احلى جنبت. واللي بغى ينشط ينشط، واللي كتبت عليه شي ما كتب الخير لون بروفيت. جاتكم شي ساعه مزيانه عيشوها افون، جات شي ساعه ما مزيانه تحشني نحني ولا الراس تدوز صافي. حاليك انا اللي ما بغاتش تفهم ليا علاش ما علقوش انا كي لابسه مستوره هذه، ما يعرفوش يقولوها بس ما لقاو فاش يشدوا. دابا يشدوا فاش ما بغاو. اولا اوغوزمون اللي كان انا ملي كنخرج مع لي زامي ديالي كنحاول جينيرالمون زعما كنلبس هذوك لي بونطالون دو بلاج ولا دي شوميز ولا شي حاجه باش نبقى حتى انا اليز. ولكن واخا كنت لابسه دو بياس ولا لابسه حتى سترينغ ما شغل حتى شي واحد. سيتي مومون انتيم مع الاصدقاء ديالي والصديقات ديالي، مشغول حتى شي واحد. وحتى لو كان خرجت الفيديو وانا لابسه من غير هدوم مشغول حتى شي واحد. غير جات الصدفه كنت لابسه الصدفه كنت لابسه الملابس، حيتاش والله العظيم وحتى كنت لابسه دو بياس او من غير هدوم والله يتجمون طاب كاريمون. ما بغيت النمرة ديالك عافاك علاش اختي. وي الحل الوحيد هو ندير شي صورة بمايو كاع دو بياس يعني واضح وباين ونتصور نحطها وكاع نشطح بمايو دو بياس باش هذيك اللي نطولو نقصرو. مايا شكرا على البنات الى جاو من طرفك قبل ما الميكرو بليدينغ، راه كنت في حسن. شكرا مايا على البنات اللي جاو من طرفك على قبل الميكرو بليدينغ، راه كنت في حسن الظن الحمد لله حبيب الصحة. ودابا تخيلوا العالم كامل يسميتو مايو، بزاف بزاف الناس راكم المهم طلعوا في البحور كلشي لابس المايو، ولكن حنا الا كنا فيغور بوبليك الا لبستي المايو ويا شطحتي بمايو وي سي غراف. وي 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 على شوا لابسه المايو باش بغيتي نعوم بيجاما مثلا، ما غنعومش بيجاما مثلا. شنو كوبيليزو؟ ما غنعومش كوبيليزو. اي وشنو سراول اسورتي مع المايو ولا شريتهم بلوس كو سا؟ صافي والله الا خلا امين نعوم بخاميه نلوي عليه شي خاميه ونتلح في البحر نعوم.
الله مايا انت ماشي تعيشي في المغرب، وفي الصراحه راه خاصنا نكونوا بلوزيغ في الكاركتير ديالي ونعيشوا في المغرب، ويولي المغرب ان بي تري اوفير، يولي المغرب هذوك الناس اللي ما باغيناش نعوموا بالمايوات في البحر هما يمشيو يقلبوا على ما يعوموش، ما يجوش للبحر اصلا، ما يجوش للبحر. اللي ما باغيش يشوف بناتو عريانات ما تجيش للبحر اخويا، حيتاش كاينه واحد الفئه كيقول لك البنات ما يعوموش بالمايو في البحر، وهو لابس شورت كيعوم في البحر، وانا خصني نعوم بيجامه حكا باش من نجذبش ليه الانظار ديالو. انا في المغرب وكنلبس دو بيس وكنعوم دو بيس، ولا شقات ليا غنتصور بدو بيس كيف ما انا وكيف ما كنت، واللي ما عجبوش يصبح راسو مع الحيط. الدراري جايين للبحر وما عاجبينهمش الدراري، يلا بداو زعما كيدخلوا في دين الاسلام، كتعرفي شي واحد باقي يلا جديد يلا داخل في الدين يلا، مهم يلا اكتشف وجاه واو سي كيكو شوز دو مانيفيك، وتشبت هو ما سامحش في البحر غير مشيت بحر هو وصحابه بصورت، ولكن يشوف الدراري تلبس المايو بقاو يخنزروا فيهم، غنبقاو نلبسوا المايوات وغنعوموا في البحر ديالنا لانه ديالنا كاملين ماشي غير ديالكم بوحدكم. السعرة البيجامة فيها الورد كبير، ومني كتخشي في الماء كتنفخ كتطلع لفوق، ومني كتخرجي من الماء كتلصق عليك كلك البيجامة. واش في راسكم راه سي اونكور بلو سيكسي انك تخرجي بشي حاجة بلاصق فازك ولحمك ما عريانش، غتجذبي لونفي اونكور بلوس كوحدة عريان، باش تكونوا عارفين، حيتاش مع السعرة الدراري يجيو يتبحروا حنا يبقاو عاودوا بالله مش طار راجيم كثرتو، عاودوا لي البنات هادشي. والله ثقوا بيا لوم اغاب المكبوت كيتشهى بوكو بلوس وحده خارجه بيجاما لاصقه، غير حتاش كيتخيل السيناريو انها غتخرج بيجاما ويقشر، فهمتني، غيقشر لها البيجاما وكيتخيل داكشي كيدير كي غيكون وحده خارجه كتقول اه اوكي شنو شوف شنو بغيت تشوف شفتي ايوا نض قاعد سالي مريم. والله الدريات ما كتخرجوش عينيكم، انا دوك البنيتات مساكن عبدوا ليا بقاو كيحشيو لهم في الهضره وكثرتو وكيقراو عليهم الايات القرانيه حتى لبسوا حوايجهم ومشاو وقف شي بحر في لونو غادي شي عامين ولا شي عام، قسما بالله مساكن البنات ولاو غير باش يعوموا ترونكيل مون كيلبسوا البيجامات وكيلبسوا المايو ديال الحجاب، وكتقول لك اللهم احسن هكا ونعوم ترونكيل، علاش اختي البحر ديالنا كاملين سالينا، حنا في واحد البلد عندنا الحريه اننا نعوموا بالمايو، ما يمكنش يجي مواطن يقول لك ما تلبسيش المايو حقه حرام، دخل السوق حرام، انت اهبط عينيك ملي ندوز من حداك انا مايو دو بيس حني عينيك وقرا ايه قرانيه واستغفر صافي، ولا قلب كنتي كتشوف لهاد الجهه دور لهاد الجهه. فوالا راه قال لكم غضوا البصر حيتاش عارف بان كاين ما يخاصك تغض البصر. لا خاص اون باج اون بلاج سبيسيال فام نو، خاصنا اوني دون ان بيي عندنا لا ليبرتي خاص الاحترام، لبس مايو لبس اللي بغيت ماشي شغلك المواطن المغربي، هادي بلادي وبلادك والبحر ديالي والبحر ديالك سي بلاش بوبليك، البس مايو دو بيس القانون كيسمح لي انني نلبس مايو دو بيس غنلبسو، وما عندكش الحق دير عليا نعيط لك البوليس نورمالمون، هادشي اللي غادي هادشي راه كاين هادشي، انا متاكده ان الا تحرش شي واحد شي وحده في البحر وعيطت لها البوليس ديال البحر غادي يمشيو ليه يصبنوه، متاكده 1000%، داكشي علاش كاين البوليس في البحر كيضرب العدن وكيضرب الايكواد، شفتهم بعيني انا في ضرب العزه.
بروبليم سي كو لي في كومونس دابا المغربيات كيف قلت لكم لاحظت انها موراها 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 كتهبط للبحر كتلقاي بزاف د البنات لابس واخا ماشي محتاج بات كتلقاي لابسه المايو الكولون وهداك الكولون تبارك الله داكشي لاصق كومبي د العومان لاصقه اي بريفير تعوم بالكومبي د العومان لاصقه باش ما تسمعش النكان وما تسمعش الهضره غلطتوا في هادشي من غير المحتجبات المحتجبات جو كومبرون ولكن بالنسبه لوحده غير محتجبه البريفير تلبس شي حاجه لاصقه عليها مع الماء سوبر سيكسي كتفضلي هكا لانك تلبسي مايور كيغلطه في الغيزون لان في مخو هذاك اللي كيشوف فيك راك عجبتيه اكثر وانت مستوره كده كيف قلت لك عاد كاينين كت تتيتي سون ايماجيناسيون فهمتي خوافات ما نعطيكش الفرصة تخيلني انا غنجيك هكاك عجبك ما عجبكش احضر عينيك حد يعرف كم عمرها عمري انا 35 عام اخويا لا كذا كذي منو كم هذي لست لي بيرفير كوم با بوسيبل وي والبنات مشاو هادشي والله الا وحق الله العظيم للاسف 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 كي قلت لكم عام مورا عام جي غوماركي بزاف البنات ولاو كيفضلوا يعوموا بحوايجهم كيعوموا باللباس للسباحه لان السباحه عندها واحد الهندام ديالها معروف من قديم الزمان واصلا جو سو اون فام لي مغطيه لي تروك الانتيم ديالي نعوم بدو بيس اون بيس هبط عينك والله الا بقى في الحال ما كذبش عليكم كون جي رماركي بان راه فام ماروكان ولات خوافه و علاش ما كتقريش الميساج ديالي انا قريته الزينه شنو والله ما هاد لا ريفليكسيون كنت درتها العام اللي فات وما شاركتهاش معاكم ما عرفتش اش الهاني عليها مي سانسيرمون ليه علاش اخويا المغربي انت تلبس شورت ومعري لنا صدرك اللي هو غير جميل واصلا 99% في الاحوال فورمتك ليست بجميله والو لا شوبيه لا زين لا سموريه مقاده لا والزغوبات منتشرة بطريقة غير معتدلة ها في الظهر ها عنده بوكلي جهة البوط ها عنده بوكلي جهة ودني جهة عنقو مهم معاناة في المناظر ايوا حنا خويا ملي نبغيو نمشيو للبحر باش ما نزعجوش ليك النظر ديالكم ما تشهناش لبس بيجامه طويله في البحر نيريو ديك البيجامه طويله وكتخلط لك مع الرمله وكتولي ثقيله يا سلام باش انت خويا المغربي تبحر على خاطرك شنو من غريكش هالاغراء ها ناري ما يمكنش قمه الحقره للمراه قمه كتحقروا لا فم ماروكين قال لكم امين لايف والمنطقه الخلفيه نايض فيها الربيع اخويا نايض الربيع نايض التبن ونقول لكم لا فيغيتي هي زعما ديك النهار زعما المغرب بغي ولا كرهتو لا فام ما كان جمل من لون ماروكان لا فام زوينه على لون ماروكان في البنات كاين الزين حتى الا كانت ما ماشي ماشي مهم يعني مهم فينا في احسن الدراري ماشي سمحوا لي ما تكعوش هادشي كيقع تلبسيش الماي
شنو كنستافدوا من هادشي؟ خويا الا مشيتي للبحر ولقيتي شي بنت لابسه مايو دو بيس وما عجبكش الحال هبط عينيك ولا هز صاكك صنداتك صباطك وباراسولك ودلا مع الطريق سير شي بحر بوحدك مخلوي في شي قنت. خلو الدريات يعوموا على خاطر قهرتوا الدريات في البحوره وقهرتوا الدريات والخاطر والعاجب في الامر في هادشي لانني خاصني نقطع عندي واحد الموعد.